السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات صف تالت الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في حل كتاب جيم 2025. معانا النهاردة مع حل التمرينات الدرس الخامس والسادس. بنبتدي طبعا بصفحة 41 page 41 صفحة 41. طبعا بيأكد لي على معاني الكلمات. عندنا كلمة address معنى عنوان، advert معنى إعلان، invitation معنى دعوة، وshare بمعنى يشارك أو حصة. طب تعال نشوف number one، بقول don't take photos with people you don't بقولي ما تشاركش طبعا صورك مع ناس انت ما تعرفهاش، فاذا هقول don't share. don't share يعني لا تشارك. number 2 بقول I didn't accept his A because I'm busy، يعني انا ما قبلتش A لان كنت مشغول. اكيد طبعا ما قبلتش الدعوة. الدعوة حبيبي اسمها invitation. تاني الدعوة اسمها invitation. تعال نشوف number 3 بقول the colorful A in the magazine shows kids playing in a water park، بيقول لي الايه الملونة في المجلة بتظهر الاولاد هما بيلعبوا في الحديقة المائية. اكيد طبعا ده colorful ايه، اكيد colorful advert. كلمة advert حبيبي بمعنى اعلان، يعني advert بمعنى اعلان وده اعلان في مجلة. تعال نشوف الـ page 42. عندنا طبعا كلمة sales بمعنى يبيع، وعندنا to، وعندنا for، وعندنا make بمعنى يصنع، وunknown. unknown طبعا غير معروف. بيقول لي you should assure you have all your books before leaving، يعني لازم تتأكد انك معاك كل الكتب قبل ما تغادر. طبعا فين يتأكد؟ اسمها make sure، يتأكد. number 2 بقولي thanks a your help، طبعا شكرا على اسمها thanks for your help، شكرا على مساعدتك. طب تعال نشوف number 3 بقولي ميسي is a famous footballer the antonym of famous، طبعا عايز عكس كلمة famous، وfamous طبعا معناها مشهور وعكسها unknown، وطبعا unknown معناها غير معروف. تاني حبيبي unknown معناها غير معروف. تعال نشوف number 4 بقولي the new market يعني السوق الجديد a fresh fruits and vegetables، اكيد طبعا sales، وsales حبيبي معناها يبيع. طبعا حبيبي مديني اهم language notes اللي في الدرس ده، بيفرق لي بين indoors وindoor وoutdoors وoutdoor. طبعا indoors وoutdoors دي حبيبي ظروف مكان، ظرف مكان بمعنى ان هو ما يوصفش اسم، يجي دايما في الاخر. فبقول له I like reading اقول outdoors، ما ينفعش اقول outdoor. مثال تاني يقول he spends his time indoors، يعني هو بيقضي وقته بالداخل. انما بقى indoor و outdoor من غير اس فدي صفات، معناه ان بيجي وراها اسم توصفه. لما اقول له I like a activities انا عايز صفة لكلمة activities يبقى ما احطش اس، اقول outdoor activities. he likes doing indoor games يبقى انا عايز صفة لكلمة games فاجيب indoor من غير اس. يبقى اذا indoor و outdoor صفات، اما indoors و outdoor دي ظروف مكان. طبعا قلت الصيغة دي لما تيجي 10 year old ويجيب له وراها الاسم دي صفة، والصفة لا تجمع، فما ينفعش اجمع هنا كلمة year، دي صفة مركبة حبيبي. فبالتالي اوعى تجمع كلمة year وتقول years. he is a 10 year old boy، فهنا بيجيب له في الاختيارات year ولا years ولا years ابوستروف اس ملكية ولا اس ابوستروف ملكية، لا اقول له year بس. طيب عندنا كلمة mind حبيبي بمعنى يمانع. تاني mind بمعنى يمانع، ومايند من ضمن الافعال اللي بيجي وراها verb plus ing. فبقول I don't mind walking، ما قلتش to walk. قلنا prefer و love و like، التلاتة لو جم قبلهم apostrophe دي اللي هي would على طول يجي وراهم to زائد المصدر، ما يجيش وراهم فعل في ing. فقول I'd prefer لازم اقول له to go، ما ينفعش اقول go. تعالوا نشوف حبايبي بيج 47 صفحة 47. عندنا كلمة lovely بمعنى جميل، عندنا will leave يعني سوف يغادر، leaves بمعنى يغادر. طالما جاب لي الاثنين بالمنظر ده يبقى لازم اختار واحده من الاثنين بناء على القاعده. ugly بمعنى قبيح، arranged بمعنى رتبه، reviews بمعنى مقالات نقديه. بقول I can't wait for our adventure at the Ormond Garden، يعني انا انتظر بفارغ الصبر مغامرتنا لحديقه الأورمن. we are leaving at 9 a.m. هنغادر الساعه 9 صباحا to get there عشان نوصل هناك. we everything بقول احنا ايه كل شيء، اكيد طبعا arranged. arranged حبايبي بمعنى رتبنا. تاني we arranged everything يعني احنا رتبنا كل شيء. I knew amazing things about the garden from people who wrote online e. بقول لي انا عرفت طبعا اشياء مدهشة عن الحديقة من الناس اللي بيكتبوا عنها ايه على النت، اكيد طبعا online reviews يعني مقالات نقدية على الانترنت. they say it's a huge and there are so many things to see. بقول ان هي ضخمة وفيها اشياء ايه تراها، اكيد طبعا عايز صفة لكلمة things فهقول lovely. lovely things يعني اشياء جميلة. so don't forget to wear comfortable shoes our bus is at 8 o'clock. طبعا دي مواعيد ثابتة فلازم اقول our bus
leaves بيغادر. ليه؟ أو لأنها مواعيد ثابتة. الأتوبيس ماشي على حسب جدول مواعيد. تعال نشوف نمبر 1 بيقول لي عادل was born in 1981 which was in the last year. كان إيه بقى اللي فات؟ طبعا أكيد 1980 دي مش هي السنة اللي فاتت ولا هو الشهر اللي فات ولا هو الأسبوع اللي فات، أكيد century، century يعني القرن اللي فات. هنشوف نمبر 2 بيقول Anat is a person who enjoys growing flowers or vegetables. مين اللي بيستمتع بزراعة الزهور والخضروات؟ أكيد طبعا حبيبي gardener. وgardener gardener طبعا بمعنى البستاني. هنشوف نمبر 3 بيقول My secretary يعني السكرتيرة will phone you to A for a meeting. طبعا هتتصل عشان ترتب لي مقابلة، فطبعا كلمة ترتب معناها arrange. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول we add the prefix a to the adjective polite to get its opposite. طبعا عشان اجيب عكس polite بحط له ايه؟ طبعا شكل ما شفنا ام عشان تبقى impolite. impolite يعني مش مؤدب. تعال نشوف نمبر 5 بيقول we had a fantastic picnic at the beach. the antonym of fantastic is عايز عكس كلمة fantastic، يعني عايز عكس كلمة رائع. اكيد طبعا horrible، horrible معناها فظيع لانه عايز العكس، خلي بالك. هنشوف نمبر 6 بيقول is the pretty things that people wear such as rings necklaces. بيقول لي حاجات جميله الناس بتلبسها شكل الخواتم وشكل القلادات. هنا اكيد طبعا الحاجات دي اسمها jewelry، والجولري بمعنى مجوهرات. هنشوف نمبر 7 بيقول the children played it today because it was very hot outside. بيقول لي الجو كان حر جدا بره، يبقى اكيد هيلعبوا بالداخل. طبعا هنا ما بتوصفش حاجه لكن انا عايز ظرف مكان فهقول indoors. طب تعال نشوف يلا نمبر 8 بيقول we form the noun. احنا بنكون الاسم of the verb invite من الفعل invite اللي معناها يدعو by adding the suffix. احنا بنزود ان هي ايه بقى؟ طبعا عشان اجيب الاسم من invite بزود عليها ation عشان تبقى invitation. تعال نشوف نمبر 9 بيقول is the pots plates cups etc that are made from clay. بقول الحاجات دي كلها مصنوعة من الفخار، طبعا دي بقول عليها بوتري، وقلنا بوتري حبايبي اللي هي الأواني الفخارية. تعال نشوف نمبر 10 بقول لي the forest is full of animals like lions. الأسد ده حيوان إيه؟ أكيد wild، wild معناه حيوان مفترس. تعال نشوف نمبر 11 بقول لي they don't agree a date for their wedding party. بقول لهم مش متفقين على تاريخ محدد لحفل الزواج. يتفق على شيء اسمها إيه؟ هتقول لي agree on. تاني agree on، امال امتى جبته؟ لو هجيب وراها فعل في المصدر. تعال نشوف حبايبي يلا المحادثه اللي مديها لي في صفحه 48، بس اللي بيتكلم طاهر فبقول له هاي طاهر would you like to meet up tomorrow، تحب نتقابل بكره؟ فطبعا طاهر قال له هاي باسل that would be great. ده هيكون شيء عظيم. طبعا اكيد هيقترح عليه اقتراح. طيب الاقتراح ده هعرفه منين؟ لما اكمل. لما اقترح عليه رد وبعد كده قال له I hurt my leg so I can't play sport at the moment. يبقى اذا هو اقترح عليه ان هم يلعبوا رياضة، فاكيد هيقول له what about. what about يعني ماذا عن، او shall we، اي صيغة بقى من صيغ الاقتراح. هقول له what about او how about playing sport. طبعا هنا اكيد هيعتذر ليه عشان قال له I hurt my leg، فهقول له sorry I can't، اسف والله مش حاضر. I hurt my leg so I can't play sport at the moment. قال له oh dear shall we go to the park then، طب نروح الحديقة؟ طبعا مش هيوافق لانه اقترح عليه اقتراح تاني، فاكيد هقول له I am not sure. تاني I'm not sure. فاقترح عليه قال له perhaps but the museum is always busy. اكيد طبعا هقول له نروح المتحف، يبقى shall we go to the museum. طب ايه رايك نروح المتحف؟ قال له طبعا perhaps but the museum is always busy on Saturday. okay so what would you like to do. خلي بالك ان الاقتراح هنا في اخره فول ستوب، مفيش في اخره question mark. وطبعا هنرجع لرأس السؤال هنلاقي ان هم هيلعبوا كمبيوتر جيم. هقول له let's play a computer game، يعني ايه رأيك نلعب لعبة كمبيوتر؟ فقال له that sounds like a great idea. تعالوا يلا حبايبي نشوف التدريبات العامة اللي في صفحة 49. والتامر and مجدي are discussing how to spend their time together.
بيناقشوا ازاي يقضوا وقتهم مع بعض. فتامر بيقول للمجدي would you like to meet up tomorrow، يعني تحب نتقابل بكره؟ فطبعا رد عليه فقال له shall we play video games، طبعا رد عليه وفي exclamation mark دي بتعبر عن strong emotions، فبالتالي هقول great idea يعني فكره عظيمه، ممكن اقول fantastic يعني ايه fantastic رائع، ممكن اقول I'd love to يعني I'd love to اود ذلك. قال له shall we play video games، اكيد هيرفض عشان هو قال له I'd prefer to go out، فهقول له I am not sure I'd prefer to go out. قال له okay، وسأله سؤال قال له maybe but the museum is busy these days I'd prefer to see nature، يبقى اذا هو اقترح عليه ان هم يروحوا المتحف، فهيقول له would you like او shall we go to the museum، طبعا بقترح باي اسلوب من اساليب الاقتراح، فقال له maybe but the museum is busy these days I'd prefer to see nature، يعني انا عايز اشوف الطبيعة، اكيد هيقترح عليه الذهاب للحديقة، فهيقول له how about، طبعا بيجي وراها verb plus ing، فاقول how about going to the park، يعني ايه رأيك نروح الحديقة، فقال له that would be great I like going to the park why don't we meet at 9، طبعا هقول له great idea، great idea يعني فكرة رائعة، او يقول له that would be great او that sounds like a great idea، اي بقى شيء يفيد الموقف. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال الثاني، طبعا بوتري اللي هي الالوان الفخاريه، missing يعني مفقود، comfortable يعني مريح، opens معناه يفتح، open مفتوح او يفتح برضو، fantastic بمعنى رائع. بيقول we had a trip last Friday، طبعا عايز صفه لكلمه trip، اكيد هختار كلمه fantastic، وfantastic معناها رائع، يعني احنا قضينا اجازه رائعه الجمعة اللي فاتت و enjoyed our time there، استمتعنا بوقتنا هناك، we went to the family park in New Cairo، يعني احنا رحنا الحديقة العائلية اللي موجودة في القاهرة الجديدة. it a at 9، طبعا it دي عايدة على الحديقة فانا عايز اقول بتفتح، طيب it دي تاخد مصدر ولا فعل في اس او اي اس، هتقولي لا هتاخد فعل في اس لانها it تعبر عن مفرد. The park is very big so we walked a lot، الحديقة كبيرة فمشينا كتير. We had a shoes after that we went to nearby cafe for lunch، طبعا اكيد we had a shoes هتقولي comfortable shoes، comfortable shoes يعني جزمة مريحة. We went to a nearby cafe for lunch finally we bought some a from a lovely shop near the garden، اشترينا بقى ايه من المحل اللي جنب الحديقة. طبعا هنشتري ايه من هنا؟ هتقولي هنشتري بوتري، بوتري يعني اواني فخارية. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الاختياري، بيقول لي ايه is 100 years، المية سنة طبعا حبايبي بقول عليها century، ادي كده 10 سنين، country يعني دولة، وage يعني عمر. number 2 بيقول لي means inside a building، بيقول لي معناها داخل المبنى، يبقى ده indoors، indoors يعني بالداخل. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي he didn't talk to the teacher politely yesterday، هو ما اتكلمش مع المدرس بادب امبارح. this means he talked، ده معناه ان هو اتكلم ايه، خلي بالك بيقول لي ما اتكلمش بادب يبقى اتكلم بوقاحه، يعني ايه بوقاحه؟ رود اللي احنا قلنا not بتدينا يا اما عكس الفعل يا اما عكس الصفه يا اما عكس الاسم على حسب، يبقى he didn't talk to the teacher politely ما اتكلمش معاه بادب، يبقى this means he talked rudely اتكلم بوقاحه. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي they didn't agree with my idea، ما اتفقوش مع الفكره بتاعتي. the word agree means كلمه agree اللي معناها يقبل او يوافق بتساوي ايه في دول؟ هتقولي بتساوي accept، accept برضو معناها يقبل، لكن protect معناها يحمي، وعندنا كلمه arrange معناها يرتب، وsave معناها ينقذ او يوفر او يدخل. نمبر 5 بيقول لي to get a noun from the verb suggest، عشان تجيب الاسم كلمه suggest we add the suffix، بنزود بقى ان هي ايه، هتقول لي suggestion بمعنى اقتراح. طيب تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي they are building over the lake to help people cross the lake، بيقول لي بيبنوا ايه على البحيره عشان تساعدوا الناس ان هم يعبروا البحيره، هيبنوا ايه طبعا على البحيره؟ اكيد هيبنوا بريدج، وبريدج طبعا معناها كوبري. طب تعال نشوف نمبر 1 بيقول لي let's hurry يعني يلا نسرع، the train leave at 8، طبعا هنا الترين مفرد فياخد leaves ما ياخدش
leave number two بيقولي the train usually take 6 hours to reach Aswan. طبعا the train usually هقوله takes. ليه؟ هقوله برضو لأن الترين مفرد. طب تعال نشوف number three بيقولي she looks forward to visit her grandparents. قلنا حبيبي look forward to بيجي وراها verb plus ing فإذا هقول visiting. visiting. طب تعال نشوف number four بيقولي to go to the bank عشان تروح البنك walking past the railway station and turn left. طبعا هنا قلنا الانستراكشنز دايما بتبقى في المصدر فاقول له walk. number 5 بيقول I was born in the 2nd of April 2009. طبعا قلنا حبايبي ده تاريخ. التاريخ ده في يوم فلازم اجيب حرف الجر on. تعال نشوف اسئله التحدي يلا بتاعتنا بيقول لي do you mind to lend me your camera. طبعا قلنا mind بيجي وراها verb plus ing فلازم اقول lending. ما ينفعش اقول to lend يبقى lending me your camera. number 2 بيقول I will take a 10 minutes break to refresh my energy. انا هاخد استراحة لمدة 10 دقايق عشان بس اجدد الطاقة بتاعتي. طبعا يا حبايبي طالما في هايفن فدي صفة والصفة لا تجمع فبالتالي لازم اقول minute بس ما ينفعش اقول minutes. تعال نشوف number 3 بيقول I'm very good in playing chess I usually win. طبعا good بتاخد حرف الجر at بمعنى جيد فيه فاقول I'm very good at playing chess. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وتابعونا في الحلقة الجاية اللي هنختم فيها تمارين الوحدة الأولى في كتاب جيم ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.